السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من أمام مطاحن الكنز، الطريق الوطنية رقم 1، أشغال الشارع الحسن الثاني. شارع الحسن الثاني غيولي في حلة جديدة، توسعة الشارع إنارة ممتازة هنا بجماعة الصخيرات. ملي كنهضرو على جماعة الصخيرات فحتى هي كنهضرو فيها على الملف ديال إعادة إيواء قاطيني دور الصافيح في نفس الوقت. كتشوفو هنايا التراساج في اليمن كما كتشوفو معنا دائما، فالأشغال الإخوان راها بدات والأمور غادي تكون زوينة إن شاء الله في هاد الشارع هذا كما كتشوفوا معنا دائما. الطريق غادي توسع على النيفو اللي كنشوفو هنايا. هنا في اليسار جيت العمود الاسمنتي، كتشوفوا عملية الحفر بدات. نظروا على مجموعة من الدواوير اللي شملتها عملية الهدم في مدينة الصخيرات، لعل أبرز الدواوير دوار الكربون، دوار الشياحنة، دوار الفراجي، دوار العربي، دوار الرحامنة، البحارة، دوار الحجر أو محجر، دوار جديد، يعني مجموعة من الدواوير شملات عملية الهدم. كاينين الناس اللي بداو تسليم الشقق في مشروع الرياحين سيكتور 1، سيكتور 2 و 5. كنهضرو على الناس ديال دوار الفراجي والناس ديال الشياحنة ودواوير أخرى اللي بدات فيها عملية التسليم. فمدينة الصخيرات غتقول الكلمة ديالها إن شاء الله في مستقبل الأيام. من بين المطالب ديال الساكنة والرسائل ديالها الموجهة للمجلس البلدي، الساكنة تطالب بأسواق نموذجية، فضاءات للأطفال، مساحات خضراء، وكل شيء إن شاء الله يكون مزيان. الناس كتطالب كذلك بمستشفى خاص بمدينة الصخيرات، لأن كما كنعرفو جميع كان واحد العائق كبير ألا وهو المؤسسات التعليمية. الحمد لله كنشوفو السيد الوالي عطى التعليمات ديالو على أساس أنه إن شاء الله مع الدخول الموسم الدراسي الجديد يكون عندنا 6 ديال المؤسسات جاهزين. عندنا ابتدائية وإعدادية كيتبناو مشروع الفردوس وقتو أشواط متقدمة، ابتدائية أو جوج ابتدائيات، وحدة راه بداو فيها الناس ديال الباساتين ديجا، راه كاينة جهة الرياحين جهة أونيفا، ووحدة أخرى كاينة فوق السيكتور 5 جهة الرياحين، راه كتبنى حاليا والأشغال متقدم. عندنا مدرسة إعدادية وثانوية كذلك في مشروع الفردوس كما كتشوفو معنا هنا، عملية الحفر المتعلقة بمحاربة الفيضانات. كنظن صاحب المشروع شركة ريضال. إخوان ردوا البال، لأن هنا ما كاين لا ممرة الراجلين لا حتى شي حاجة. ردوا البال حتى تدوس الأمور بخير وعلى خير. الله يجازيكم بخير. هنا التراساج غيدوز لنا على النخل، قدام النخل مباشرة في اليسر ديالنا، وعلى اليمن غادي يكون تقريبا بواحد الميترو تقريبا. الله يسخر الأمور، نتلاقاو فيديو جديد.